رايحه بيكي في مصر اونلاين، عايزين طبعا نتكلم عن حضورك. الحضور النهارده في ايام الدراما العربيه دي تاني دعوه. انا السنه اللي فاتت كنت مدعوه على فرنسا، كانت دوره نجم الكبير فريد شوقي. سعيده قوي اني بكرم السنه دي هنا عن مسلسل اختيار الجزء الثاني. سعيده بزمايلي اللي بيكرموا، لانه لما تشوف حواليك حنان مطاوع وروجينا، فنانات بجد وممثلات بجد موهوبين بجد، انا بحب اتفرج عليهم واسقف لهم. فلما تلاقي نفسك جنب ناس واخده الموضوع جد بتحب التكريم، لكن في تكريمات كتير رايحه جايه، بس مش اي تكريم بيساعدك. الاختيار الجزء الثاني انت اثرت في البيوت المصريه بنسبه كبيره قوي، وانت ماشيه في الشارع ومع الناس قابلتي حد او ام قالت لك انت كنت انا؟ الحقيقه والاجمد وانا بعديها على لجنه، يعني يعني بحس ان انا يعني ده تاثير حقيقي. لما بعدي على لجنه في الشارع والاقي فيه ترحاب شديد جدا من الساده الضباط والعساكر، رخص يعني بتتسحب مفيش اي حاجه. لا لا، انا اصل انا ماشيه اميري، فمفيش حد هيخسر يعني. حتى لو خلاص بقى يعني. لا انا ما بحبش امشي غلط، فانا بمشي صح ومحدش له عندي حاجه. فدي من الحاجات. الامهات طبعا، اسر الشهداء، يعني انا في واحده اثرت فيها جدا جدا في احد التكريمات. كنا في الاسانسير وما كنتش اعرف ان هي والده شهيد من الشهداء، فاحنا في الاسانسير هي قالت لي يعني كتر خيرك، وفعلا نقلتوا اوجاعنا للشعب وللجمهور، شكرتني وقعدنا نعيط بقى احنا وكلنا. وكان معايا انجي المقدم، وكانت معايا استاذه ليلى عز العرب، وقعدنا كلنا طبعا نبكي، لانه احساسها صادق جدا طبعا، ووجعها عميق جدا جدا. فالحمد لله. هنشوف بقى بشرى بتغني الفتره الجايه ولا لا؟ والله مش عارفه، لما الاقي اغنيه على هواي قوي تعجبني. ممكن نعمل مهرجانات لما نيلي كريم تغني الاول مهرجانات زي ما قالت، نشوف هتعمل ايه وبعد كده ابقى انا اغني. يعني ما عنديش مشكله في الموضوع ده. لا ما عنديش مشكله، انا مع اي حاجه ليها جمهور وبتسعد الناس. اغاني المهرجانات بتتلعب في افراحنا، بتسعد العريس والعروسه واهل العريس والعروسه، وبتخلي الناس مبسوطه وبتحطنا في طاقه ايجابيه. انا برفض بس سلوكيات اللي بتصحبها اغاني المهرجانات، ودي حاجه ليها علاقه باشخاصها، يعني حاجه فرديه مش عامه. لان في ناس بتغني اغاني مهرجانات ومحترمين جدا وما بيعملوش حاجه، وبالعكس ساعات بينقلوا فيها معلومه وفكره يعني فيها مضمون، يعني زي العب يلا والحاجات دي، يعني بالعكس في مضمون بس بشكل خفيف ولطيف. يعني معالي ماما، امتى هنقولها البشرة في الحقيقه وامتى هنقولها العرض الخاص؟ لا انا ماما من زمان، انا ماما، انا عندي اثنين الحمد لله. جديد لا الجديد لا يرحمني والنبي الله يخليك، احنا بس ربنا يقدرنا على دول في وسط الكوفيد واللي احنا فيه ده، ربنا بس يسترها معانا ونكمل على خير. تجربة جميلة، انا بحب قوي افلام الاسرة وافلام اللي هي معنية بالعائلة واللي هي بتستهدف افراد الاسرة، ومع منتج ومخرج زي احمد نور من اجمل ما عملت معاه. يعني الحمد لله، يعني من بعد الاختيار ابتديت اقابل ناس في صناعة السينما تفتح نفسي تاني على العمل لا قفل نفسي بقى حاجات كتير، الدفعة الأخيرة اللي ما بيدفعوهاش المنتجين، عدم تقدير الممثلين، الضغط الشديد قوي علينا، ساعات عمل طويلة، المحسوبيات، الواسطة، يعني حاجات كتير قوي على فكرة، عيوب في الصنعة. بس برغم كل ده أنا عمري ما شفت بشرة بتنزل بوست على الفيسبوك وتقول أنا حصل لي ومنتج ما عطانيش حاجة أو. ما أنا باخد حقي بدراعي، عيب عليك. عمرك ما ترجعي يعني ما تكون السوشيال ميديا هي المرجع؟ لا لا لا، السوشيال ميديا لا، ساعات بقول وبعبر وبنفس ساعات، زي وانا جايه كده هنا الكهرباء قطعت عليا وانا بجهز، فقلت عين الحسود فيها عود، يا ترى مين اللي نهرني عين، وعملت شعري في الكهرباء مقطوعه، في يعني الكوافير ساحر، يعني مصطفى دهب ده بجد والله اشتغل في الضلمه يعني على نور الموبايل، فانا بشكره. وبعدين يعني في حاجات كتير بقى من ده، يعني مش كان في تعليق كده على السوشيال ميديا بيقولوا ان يعني يوم ما تقدم لك في مهرجان الجونه هيبقى ده خلاص عرف في مهرجان الجونه، يعني هيبقى كل سنه نشوف ناس. يا ريت احنا نكره ان احنا نجوز الناس، لا بس هي حصلت كده، ما كنتش عارفه طبعا، انا خدت مقلب يعني حراميه يعني، بس الحمد لله، ويا رب دايما يبقى وشنا حلو على الناس وكل ناس تتجوز اللي بيحبوهم، وتلاقي السند وتلاقي الظهر، ومحدش يقبل بقى اقل من كده. شكرا. شكرا.